15 رباعا يضمهم منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال، يجمعهم حلم تحقيق الحصول على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة. 47 رجال وثماني نساء سيمثلون مصر في البارالمبياد المقرر أن تجرى في العاصمة اليابانية خلال الفترة من 25 من أغسطس حتى 5 من سبتمبر المقبلين، حيث يتدرب الفريق بكل جهده رغم ظروف جائحة كورونا. البطولة يمكن موضوع كورونا أنا مش فارق معايا، البطولة تبقى شغالة لأن هي البنج هو والأدوات هي، ولكن اللي هيفرق معايا بصراحة أنا كجهان الجمهور، لأن أنا بحب جدا صوت الجمهور في الماتشات الأولمبية بالذات، بيبقى لي طعم تاني وبيبقى لي تشجيع، يعني بتحس ان انت جمهور بلدك مش بتحس ان انت جمهور من بره. يعني في ريو كان الناس بتشجع، حتى اللي كان بيخفض كانوا بيزيدوا تشجيعهم مع دخوله. انا بصراحه مفتقده الجمهور لو هيبقى ما فيهاش جمهور. قبل الكورونا كنت عامله مستوى كويس جدا، وكنت بقول ان انا هحصل على ميداليات في 2020، وحصلت الغاء ليها، فده حسسنا بالاحباط وحسسنا ان مستقبلنا ضاع او الحلم اللي احنا بنجري وراه ضاع. بس الحمد لله دلوقتي هنطلع الحلم دوت، وان شاء الله هنحقق ميداليات كويسه في باذن الله. وبسبب جائحة كورونا تأجلت دورة الألعاب البارالمبية لمدة عام للحد من تفشي الفيروس، ورغم ذلك استغل الرباعون المصريون الوقت لصالحهم. فترة الراحة اللي بعد كورونا ديت لأول مرة ظروف الأولمبياد تكون بالشكل ده، بقت 5 سنين بدل 4 سنين، واحنا الحمد لله استغلنا الفترة ديت في التدريب العظيم، استغلنا السنة دي انها تكون في مصلحتنا، وان شاء الله ان احنا نعمل مستوى اكبر وان احنا نعمل يكون افضل اولمبيات، وان شاء الله توقعوا مصر ان شاء الله مستوى جيد افضل من الاولمبيات اللي فاتت. بس الموضوع كان دوت طبعا اجل للبطولة سنة، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا في السنة دي برضو، عملنا سنوات كويس والحمد لله. سبع لعيبة الشباب عندنا ربنا وفقهم وتأهلوا كلهم لطوكيو، وكانت برضو ايه، هي كانت في الاول كنا شايفينها ان هي حاجه مش كويسه، عشان طبعا كان كله مستعد، وبعدين حصل تاجيل، وبعدين حصل توقف جامد مش في مصر، مصر في العالم كله، والحمد لله ربنا بفضل الله قلنا لعلها تكون خير. رغم تلك الظروف تبقى الامال معقوده على منتخب مصر البارالمبي لرفع الاثقال لحصد ميداليات واستكمال مسيره التميز بعد تحقيق انجاز تاريخي ببطوله فزاع الدوليه التي استضافتها الامارات مؤخرا.